قمة طوكيو الدولية للتنمية في إفريقيا حدث مهم تجلب عن طريقه اليابان أنظار العالم إلى القارة الإفريقية، والمرآة العاكسة لذلك هي تونس الدولة الإفريقية التي تحتضن فعاليات القمة، مناسبة يأمل من خلالها مختصون في مجال المال والأعمال أن تكلل بالنجاح خاصة على جميع المستويات لتحسين صورة تونس في العالم كوجهة استثمارية. هذه منارة كبيرة لتونس على خاطر مش يجيو وفود على اعلى مستوى، وتكون تونس في المحور الاساسي نتاع العالم حسب موقعها الجيوستراتيجي اللي تعرفوه، موقع حساس جدا. وتونس اليوم معناها فرصه كبيره لها هي باش تكون توري القدرات نتاعها. هو حدث مهم جدا 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 بالنسبه لتونس، بالنسبه لليابان، وبالنسبه لافريقيا. ولكن تونس كبلد مضيف يجب يكون البلد اللي يستفيد بشكل كبير من هذه القمة، مع العلم أن هذه القمة الثامنة ما بين اليابان وأفريقيا، وهذا يدل أن اليابان عنده اهتمام كبير جدا اليوم بأفريقيا كشريك. أما على مستوى الانتظارات فقد تباينت الآراء بخصوص الأهداف المرجوة من مؤتمر تيكاد ومدى استغلال تونس لهذه الفرصة التاريخية التي تمكنها من إعادة التموقع إفريقيا ودوليا. يبدو أن هناك قائمة جيدة جدا من المشاريع التونسية التي ستقدم حتى قبل بداية القمة، على فكرة منذ يوم الخميس يبدأ تقديم هذه المشاريع، هذا جيد جدا. ولكن ما هي حظوظ هذه المشاريع اللي يتم القبول بها من الجانب الياباني وتحديد شريك ياباني في هذه المشاريع؟ ربما العملية ستكون صعبة. في اعتقادي يعني باش يكون فما تمويل بعض المشاريع في تونس، قداش 30% 20% من المقترح باش يقع تمويله، مهما باش يكون الرقم باش يكون عنده تأثير إيجابي على تونس. الهدف الأساسي ماهوش هو هذا، الهدف الأساسي كان التموقع نتاعنا في أفريقيا على المدى البعيد، مثلا يخرج إعلان بأحداث مركز إفريقي للاستشراف مثلا ويكون المقر نتاعه في تونس. كما يأمل المختصون في مجال المال والأعمال أن تكلل هذه القمة الدولية بنتائج ملموسة وتلتزم تونس بتنفيذ المشاريع التي سيقع اختيارها. وماذا بينا هالندوات هذه ما عندناش كان أرقام مليارديرات تتناقص، تعرفوا احنا القمة 2020 سمعنا مليارديرات واحد، من بعد في الإنجاز ما صار شيء. لكن الحاجة إيجابية لليابانيين وقت يقعدوا يفيقوا، وقت اللي فما مشاريع مقتنعين بها يعملوهم ينجزوهم. وفي انتظار ما ستؤول إليه النقاشات في فعاليات قمة طوكيو الدولية للتنمية في إفريقيا، تدور في تونس تظاهرات موازية تبحث في كيفية دعم الاستثمارات في مختلف القطاعات.